قالت وزارة التجارة والاستثمار إن العمل جار حاليا على تحديد أولويات الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إضافة إلى مراجعة النظام وتطبيق تجربة الحلول التقنية وتطوير مواصفات المتاجر. وأوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عبد السلام المانع إن الوزارة رفعت برنامجا متكاملا لمواجهة التستر التجاري إلى الجهات المعنية، حيث سيشرف عليه عدد من الجهات الحكومية، مبينا بأن البرنامج سيعمل على تخفيف الكثير من المتسترين.